بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهندس عبد الرحمن المساري، مشرف على مشروع مدارس محافظة كركوك من الأمانة عامة مجلس الوزراء. أستاذ جاسم الأفرجي المقيم الرئيسي بصوت سنقول مهندس المشرف على المدرسة. اليوم عندنا مدرسة 24/0 رقمها 40 جاهزة إن شاء الله ونطلع بها إنجاز، بانتظار لجنة الاستلام تعطينا ملاحظات حتى الشركة الصينية يعني تأخذ ملاحظات اللجنة بنظر الاعتبار. لجنة مشكلة من 3 جهات برئاسة الأستاذ خالد. أنا المهندس خالد خليل الشياع، رئيس لجنة استلام مدارس النموذجية في محافظة كركوك، واليوم جينا نستلم هذه المدرسة 24 صف في المحافظة. الحمد لله والشكر مثل ما كان الطموح، يعني كان طموحنا أنه نربي أولادنا في مدارس نموذجية وذات مواصفات عالية، يعني قاعات واسعة بها مختبرات وبها جميع المرافق اللي يحتاجها الطالب وتحتاجها إدارة المدرسة. الحمد لله اليوم دا نشوفها واقع حال، أنجزت وتم استلامها، ونتمنى التوفيق للجميع في جميع المحافظات أن يتم استلام جميع الألف مدرسة وننجح في هذه الخطوة، والحمد لله والشكر.